لم رأيتك واسترقتك يا نشوى من كل عين شافتك ولا صلت على النبي. واسترقتك من كل عين شافتك ولا صلت على النبي. يا صباح العسل ويا صباح السكر ويا صباح الجمال ويا صباح كل حاجة حلوة. صباحكم عسل كده، والنهاردة ان شاء الله يكون يوم كله خير وبركة. راحة فين يا نشوى؟ انا هبدأ اليوم، يعني هنروح مشوار وهنرجع نشوف هنعمل ايه في البيت وهنظبط وحاجات. انا مش عارفة اليوم هيجيبنا لايه، بس مش مشكلة، دينا هنمشي الوقت. انا راحة كنت انا عملت شوية يعني تحاليل وحاجات من دي، فالدكتور بقى ايه اروح اديها له ويشوفها بس هو الدكتور بقى في محافظة تانية، بورسعيد. يعني انا راحة دلوقتي بورسعيد، اللي عارف عارف ان دمياط محافظة وبورسعيد محافظة، فانا هروح بورسعيد نروح للدكتور خير يعني اكيد باذن الله ان شاء الله. وبعدين يعني حاجة بسيطة، وبعدين بقى نيجي بقى نشوف هنمشي يومنا ازاي وهنعمل ايه. صباحكم زي العسل وصباحكم زي السكر. وايش وكيرفي ايش وكيرفي اهو حلو حلو. يا الطرحة كانت عايزة سودة يعني اسود سادة بصراحة، وانا عارفة بس انا مش لاقية ولا طرحة سودة، ومش يعني مش مركزة دلوقتي قوي، فقلت دي في وشي وتحطها وخلاص. ما يكون بقى خارجين بقى متدلع نبقى نلبس حلو يعني مش وحش. صباحكم زي العسل، تعالوا بقى نروح نشوف هنعمل ايه ونقضي يومنا ازاي. يلا بينا. صباحكم عسل، عاملين ايه؟ لا وصباحكم قشطه كمان، يعني مش عسل بس، يعني صباحكم عسل وصباحكم قشطه. صباحكم رضا، الشمس في وشي. يلا بينا. بسم الله توكلنا على الله. دلوقتي انا رايحه للدكتور لوحدي وماشيه لوحدي. الراجل ده لقيته واقف عند بتاع التحاليل، جاب لي التحاليل وجاب لي الفطار وجاي. ايوه عايز ايه؟ انا بصوا يا جماعه، مبدئيا انا عايز اقول لكم ان نشوى استحاله تعترف انها تعبانه. والله أنا مش العظيم تعبان. انا زي الفل اهو، زي القمر والله. والله طيب. والله عشان نروح المشوار ده اهو، قسما بالله. أيوة. عملت عمايل، عملت فيها اللي ما يتعمل. وبعدين انا اقنعت نفسي بنفسي والناس، ده النهارده رايحه للدكتور بنفسي. صح؟ بنفسك ازاي؟ اهو لوحدك يعني؟ ايوه. مين اللي هيسيبك تمشي المشوار ده لوحدك؟ والله يعني ايه مش هس... مش لا ما ينفعش تمشي لوحدك. هتخطف؟ لا حد يعكسك ولا حاجه، ولا حد يقول لك تعالى ما اجيب لك شوكولاتايه وانت بتاعت هاكل الشوكولاتايه. هو فين الشوكولاته بس؟ صباحكم زي العسل يا جماعه، احنا لسه في دمياط، جبنا فطار اهو. جاب لنا فطار، تعالى بقى ما نشوف الفطار اللي جايبه. تعالى بصوا بقى، اول حاجه اللي يعني ايه قال ايه، هو صعبان، انا صعبان عليه بقى ومش عايز نقعد لوحدي، جايب لنفسه اولا دي علي. انا عمري شربت عصير، ده رقم واحد. ماشي، جايب لنفسه فطير. انا هاكل فطير مش هلتت في العربيه، هاكل فطير مش هلتت في العربيه يا ناس. ده اللي جايبه كله ليا، بتاع البسكوتات الغلبانه اللي هي اسمها نايس. ايوه ده. وجايب لنفسه بسكوت نايس وبيحبه قوي. اتفضل. انت بتحبه قوي، وانا جاب لي دول والجبنه والبتاع. اكيد مش هفطر فطار يعني وبتاع، انا هاكل هاكل دول افطر بيهم واحنا ماشيين على الطريق. ترى عمرنا متعودين واحنا رايحين بورسعيد لازم نفطر فول وعلى عربيه الفول، بس للاسف بقى يعني الوقت ضيع شويه. الحمد لله، فمش هنفطر بقى فول وكده، وهنفطر بسكوت وعصير. صباحكم زي العسل. صباحكم خير يا جماعه، وصباحكم هنا.
بصوا بقى ايه يعني علي بقى، بصوا اكننا رايحين رحله. بعد بقى ما فطرنا شربنا القهوه، اشرب شويه قهوه بقى. هي النشوه بتشربها يعتبر ساده، انا بشربها زياده. انا اشرب القهوه ساده وده علي زياده. رايحين نعزي، هي القهوه تحس والله العظيم يا ناس مرارة. لا والله، طب حليها حتى على الريحه، لكن القهوه المسكره، ايه القهوه المسكره دي؟ وانا اوفر للراجل معلقه سكر ليه؟ توفر مش اخد 7 جنيه في الكوبايه، لازم احط له سكر. ايه ده؟ ايه اللي انت بتحكي فيه ده؟ هو مال مال التوفير ومال مال تاخد تست يعني طعم مرار القهوه ده مزاج لحد ذاته. يعني المزاج ان يبقى مرار؟ ايوه مرار القهوه اللي هو القهوه. اشرب انت مر واتبسط. يلا تعال اشربوا معانا قهوه. تعال اشربوا مر. بصوا احنا والله العظيم خرجنا الحمد لله من عند الدكتور، ويس فجأة لقينا نفسنا هنا. يعني مش هي دي علي المعدية اللي بتودينا بور فؤاد؟ قال لي اه. فواقفين مش عارفين هي فعلا ده حقيقي ولا لا. بصوا احنا مش عارفين يعني قوي، بس احنا هنجرب تقريبا هي دي المعدية فعلا اهو. بس هو الطريق ده مقفول، هنشوف. رحمة تمت، خدها الغرابات. الحته احنا دخلناها دي صدفه مقفوله، قالوا دي للطوارئ، عايزه تعدي تخش المعديه تلف من الناحيه الثانيه. بيقولوا النشوه دماغها مصدعه. طوارئ طوارئ مش مستشفى. ها؟ يلا نروح، مالناش نصيب نعدي المعديه عادي يعني. خير. علي ما يجيش في حته الا ما يعزمنا على الغدا يعني. احنا بقى احنا جوعنا بقى، احنا من الصبح اهو. من الصبح، فاحنا خلاص الساعه بقت 3 والعصر. والله ما كان شكله جميل ما شاء الله. فده البحر، بصوا البحر هناك هنا اهو. احنا دخلنا كده يعني زي قريه زي حاجه انا مش عارفه يعني، بس هي حاجه بها رسوم كده. دخلنا بوابه ومش عارفه ايه، ودخلنا ففي مطاعم من الناحيه التانية، مطاعم وكافيهات كتير. فهننزل بس بقى. انا بفكر اخش ده عشان بفكرني بالسعوديه، اسمه الطازي. تعال نشوفه. شوف السعوديه يا ريت. ماشي يا اخي، تعالوا بقى. يلا تعشيني. تعشيني يا اختي، معلش تخريف تخريف. هتغديني ايه؟ اللي انت عايزاه. قاعه اللؤلؤه النهارده انت واحده عيانه، وتدلع بقى وخد راحتك. لا انا مش عيانه الحمد لله، انا زي الفل. يا ما تدلعيش. لا اتدلع عادي بس مش عيانه. وعزه وحاجات هنا. عزه ايه؟ وكستن. ايه كستن؟ احنا دخلنا من ناحيه تانية بجد. والنعمه بس بسمع انه غالي. انا شو ما هو يعني الغالي يرخص لي. بس انت قلت ما انتش تعبان. اخش الف لف لف لف. يلا بينا. الكاميرا الامامية بايظة. عاملين ايه؟ وحشتوني. بأمانة يعني هي تعبانة معايا من امبارح. بصوا بقى الفيديو ده انا هقول لكم. الفيديو ده انا مش بعد الفيديو اللي انا جالكم، انا ده اليوم اللي انا رحت فيه للدكتور وكده. ده جيت بقى منتخة وبعدين هو حياه ربنا ما بتعملش اي حاجه. قولي تاني. ولا حتى طبخت. لا قولي. مقعدينها مش بتعمل اي حاجه. مقعديني فعلا، ما حدش مقيمني خالص، واخواتي كانوا عندي واخوات علي، والدنيا كانت مقلوبه يعني وكده. مش مقلوبه يعني، مقلوبه الحمد لله. المهم بقى، فانا قاعده منتخه كده من امبارح، من ساعه ما كنت عند الدكتور. جينا اتغدينا عند في المطعم اللي في بورسعيد، وجيت قعدت بقى، كان عندنا ناس وكده، فضلنا سهرانين. فنادين قامت من النوم والله من بدري، روقت لي الشقه ربنا يبارك لها واداها الصحه، وبتنشر. بس الكاميرا الاماميه بايظه. والله العظيم فعلا انت كتر خيرك وكله، بس ما ينفعش البنطلون يبقى جنبه تيشرت. اول صف الحاجات القصيره، بعدين تدريجيا القصير والطويل والقصير. ما حدش هيزعلك، بس عشان تتعلمي. لا يا حبيبتي انا بحب انشر كده. لا البناطيل كلها صف ورا، والتيشيرتات كلها صف قدامها. ولو عندك بيبي كده عقبال يا ربي كده ما يبقى عندك نونو وانت عروسه في بيتك، الهدوم اللي النونو اول دور. بتصحيني الكلام ده لما اكبر. ما تكبري انت بقى، بقيتي شحط. هو تكبري ايه تاني بعد انت كنت معانا في الخناقه؟ عادي يعني، عادي دي خناقتنا العاديه. اقفلي بقى عشان تكملي. لا اكمل خناقه؟ لا انا خلاص خلصت خناقه. بصوا انا مع نادين في سبت الغسيل. يا نهار اسود، حاجه انا مع نادين في سبت الغسيل.
احنا بقى عايزه اقوم اخش له. انا من امبارح من ساعه ما جيت معاك الدكتور توكو ما عملتش اي حاجه خالص وقاعده من امبارح. اسمه ايه؟ من امبارح. امبارح هو مش اسمه امبارح بابا. بوكي تحت. اه والله يا بابا علي. هو فين ابوكي؟ ده ناس تانية مش ابوكي. عشان الناس واقفة في الشارع فهو بيزعق علينا ان احنا ايه نتكلم فين. طيب انا قلت حاجة، انا قلت بابا. هما يمكن ما يعرفوش ان هو بابا. هو بخبي عليهم. كملي نشير مالكيش دعوة، انا بكلم الناس. مشي كده متزوقة قوم راح بقى. عادي الناس بتنشر بقشك حاجة عندها. المهم فما عملتش حاجة بقى امبارح، فقلت كده اقوم اعمل لهم اكل يعني كفايه كسل بقى وكفايه دلع. مختل عقلي، مختل عقليا. قلت بقى اقوم اعمل لهم اكل. اعمل لكم، اعمل لنا اكل لان هي عامله دايت. لا مش كده، انت عامله اكل ايه النهارده؟ مكرونه وكبده ومخ. ايه ده اللي حصل؟ سابتني ومشى. بس هنخش بقى نطبخ. ونادين بتروق الشقه اهو. نادين بقى ايه؟ بصوا نادين بتنشر. يا استنيه مستنيني لما التيشيرتات. بصي يا حبيبتي، بصي يا حبيبتي، هو هقول لك استني 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 استني. بصي هما الناس دي مننا وعلينا. التيشيرت يتنشر من تحت، من تحت مش من فوق. التيشيرت يتنشر من تحت، والتيشيرتات كلها تبقى صفين. ينفع تيشيرت كده وجنبه بنطلون؟ لا، التيشيرتات كلها صف واحد، وبعدين البناطيل صف واحد. تيجي على ميمي؟ لا، وبعدين العبايات صف واحد، والملايات اخر دور. يلا حبيبتي، ولو في بوكسرات او حاجه اول صف عشان الناس تشوف بوكسرات. مش عارفه ايه العاده دي. بصوا بقى هي لمة الغسيل وحطته لي فين اهو، حطه هنا. لسه هتطبق ده غسيل، وده انا اسدال الصلاه كنت بصلي، وهي هتطبق بقى ده. ومفيش حاجه عندنا يعني، الحمد لله الحمد لله ربنا. فيعني الحمد لله مفيش حاجه في بسم الله. ايه اللي حصل؟ نادين بتكلمك وهي طالعه من تحت ما ردتش عليك. جبت لنا ايه؟ جايب لك خضره وحاجه ساقعه وخيار. روعه مدلعه يا جماعه من امبارح والله. ما يمونش عارفين انتوا يعني، اقول لك متبغده ده من امبارح والله. ما يموني من امبارح. فالشقه نادين الحمد لله ربنا يبارك لها ظبطتها لي ونظفتها لي. ودي خدي كيتي، خدي كيتي، خدي. ودي ردة علي جايبها لي، ودي الحاجات اللي انا بشتريها والعلاجات وكده. دي ببقى وده جايبه امان كده عندنا دول. حاجه كده نعمل لها امان يعني. ودي شقه امير. بس بصوا نادين كنست الارض وما فرشتش السجاده. شقه امير بقى. بصوا نادين ظبطتها بس الملايه ما نكوش. فتعالوا بقى نخش على المطبخ. تعالوا نخش بقى المطبخ. طبعا انا يعني بحب اوريكم جوله في الشقه كل يوم. الكرتونه دي يا جماعه مش كراكيب والله، بس احنا تعبنا من نانو عرايسها ولعب لعبها ولعبت واللعب بتاعتها وكده، فبنحطها لها هنا. ودي علي جايب لي حبه حاجات كده خضره وحاجات يعني للغدا. تعمل ايه؟ بتشرب من كل من بتشرب بكوبايه شاي شويه ميه سقعانين عسل. ربنا يخليك. انا اللي عاملاهم؟ انت عملت حاجات؟ مين اللي عامل كل ده؟ اول مره يعمل لنا كل من يعني. انت قلتش طبخت ايه ده؟ ايه ده؟ لا والله ربنا يبارك له بامانه، بامانه ربنا يبارك له بجد يعني ويعافيك يا رب. ربنا يصلح لك يا علي، ونردها لك كده في الافراح والمناسبات والليالي الملاح. والمطبخ ده تردها لك فرحي؟ هردها لك ايه؟ مش تقول هردها لك في فرحك؟ في فرحك. ولعينيك الملاح؟ يعني انت قصدك في الاخر؟ لا قول قول، قصدك في الاخر انك عايز تتجوز صح؟ انت بتقول هردها لك في فرحك ولعينيك الملاح. ايوه بتقول ايه بقى معلش؟ ما قلتش والله. انت اللي بتقول. قول بتقول ايه؟ بتقول هردها لك في فرحك ولعينيك الملاح، هيبقوا 40 ليله؟ تعالوا بقى نتغدى، نتغدى؟ تعالوا نطبخ. انا طلعت الكبده، طلعت الكبده والمخ حطيتهم في الحوض يفكهم، ونظبط بس الكام كوبايه دول ويلا بينا. نسمي بالله بقى ونصلي على النبي. صباحكم زي العسل. بصوا بس عشان اللي تاه مني الاول، العد ده كان كله امبارح لحد بقى ما نادين كانت بتنشر. ده كان خلاص بقى تاني يوم. انا امبارح جيت من عند الدكتور ما عملتش اي حاجه خالص، ف
فالحمد لله يعني فضلت قاعده بقى، وجالي يعني زي ما انا قلت لكم جالي نسب كده، واليوم عدى فما عملتش حاجه، فما كانش في حاجه اصورها ونمت. فصحيت طبعا ما كناش راضيين برضه، انا يعني مش احناش بدري، احنا دلوقتي بعد يعني داخلين على العصر او بعد العصر كمان، فما كنتش عايزين نقوم اعمل حاجه، وكانوا قالوا هيجيبوا اكل جاهز وكده، فانا قلت هم اكلين امبارح جاهز والنهارده جاهز وليه، طب انا حلوه يعني الحمد لله مفيش اي حاجه زي الفل. فقلت بقى اقوم اعمل ايه الغدا. بصوا ده الطبق البرتقالي ده فيه المخ، المخ ده كان بتاع الاضحيه اللي انا كنا عاملينها في العيد، ربنا يوسع عليكم يا رب. كان قال لي انت عايزه ايه، من عايزه لحمه الراس وكده، الجزار اللي كان بيذبح قلت له هات لي بس المخ، اي انا الواحد متراس طبعا راحت لاصحاب نصيبها زمان عايله لكم، لكن المخ بس اللي انا قلت لكم، اللي انا قلت له انا عايزاه لان علي بيحبه جدا، وكنت ناسيه يعني ناسيه خالص في الفريزر، فوانا بطلع كده لقيته، لكن الكبده دي انا شاريها. المهم سبت المخ، بس هو المخ والجزار بيقطعوا، المفروض المخ ده حساس جدا يعني تمسكيه كده بشويش ويتقطع، هو قسمهولي النص يعني حطهولي كده مش مظبوط، فهنحاول ايه على قد ما نقدر نعمله. المهم انا كده بجهز لتتبيله الكبده، الكبده انا هعملها النهارده كبده بالرده، انا قلت بقى ايه ادلع علي، علي بيحب الاكل ده جدا. اول حاجه انا ولعت على حلتين، دي فيها ميه ودي فيها ميه، الكسروله دي انا حطيت فيها ورق لورا ومستكه وحبهان، دي عشان اسلق فيها المخ، وعايز تحط فيها بصلايه صغيره حطي، ولو عايز تضيفي قرفه برضو براحتك. البوله اللي قدامي اللي انا بعمل عليها عندها جنب الكبده دي حطيت عليها ملح وفلفل وكمون وبهارات لحمه، ودي جوزة الطيب كده، جربي جوزة الطيب على الكبده هتلاقيها جامده، وده الدرسين ده اللي هي القرفه يعني، جربي الوقت الخلطه دي هتعجبك جدا. وفصين توم، وهضيف دلوقتي لسه معلقه، لسه حسيت ان التوم قليل قلت اضيف كمان فصين توم، وهضيف عليها معلقه هريسه شطه، وحطيت وخرطت عليها قرن فلفل حامي، يبقى بهاراتك على فصين توم على قرن فلفل حامي. بصوا انا جبت المخ كده نزلته بالشبكه كده في الميه بشويش عشان ما يتهريتش منك. الكبده دي متقطعه جاهزه بصراحه، مش انا اللي مقطعاها بس سهل تقطيعها يعني، الكبده دي متقطعه شرايح كده بس هي تخينه شويه، بس الكبده بتستوي ما تخافيش وهتطلع فظيعه. انا قلبتها بايدي لان يعني عشان ادخل كل الخلطه كده ببعضها، وانا ايدي نظيفه طول ما انا واقفه زي ما انتم شايفين بغسلها، وغسلت ايدي بعدها الحمد لله وزي الفل. علي كده كان جايب لي يجي نص كيلو خيار، لان او هو كان جايب كيلو خيار بس هو عمال ما دخل المطبخ بقى نص، سبحان الله. هو الخيار عندنا يعني اكنه بنعامله معامله المانجا عادي يعني، ساعات ما يشوفوا خيار لازم ياكلوه. المهم يعني ايه، خلاص كده انا مولعت على المخ، والميه التانية الحله دي للمكرونه، الحلة التانية دي للمكرونة. المهم كده جبت بطاطسيتين، ده سبت البطاطس حطيته جنبي، قلت اقشر كده بطاطس عشان اقلي بطاطس، هي الاكلة المكرونة وال كده المية سخنت، فقمت مطلعة ايه كسين المكرونة، وقلت كده انا هسلقهم وانا واقفة معاكم وانا بقشر البطاطس. بصوا هنعمل كل حاجة واحنا واقفين جنب بعض، وفي نفس الوقت جبت طاسة كده قمت حاطة فيها شوية زيت، انا مرضتش اعمل في المقلاية لان دي غويطة شوية، فانا كنت عايزة بصراحة زيت غويط شوية. الملايه كوك دي عندي في راس البر ما جبتهاش لسه. المهم كده قلت خرط البطاطس، ايوه لسه ما اتغسلتش البطاطس ولسه هغسلها وهنبقى زي الفل. بص انا هقول لك بقى كلمتين واحنا بنخرط البطاطس ومولعين على المكرونه ومولعين على المخ ومتبلين الكبده. بص انا عايزه اقول لك على حاجه، يعني بصي يعني نصيحه مني، دايما احنا واحنا مبتليين، اي بني ادم في الدنيا تقريبا اغلبنا او كلنا، كل واحد عنده ابتلاء، بس ابتلاءه بشكل مختلف غير ابتلائي، غير ابتلاء اخوكي، في غير ابتلاء كل حد عنده ابتلاء، ابتلاء صحه، ابتلاء مال، ابتلاء في رزق، ابتلاء في اي حاجه، في نفسيا ايا كان. فانا عايزاكي لما يكون عندك ابتلاء في حاجه ما تاخديهاش قوي على اعصابك، وليه كده يا رب واستغفر الله العظيم يا رب، ولا وش معنى انا، لا والله مش اشمعنى انا، يمكن ان احنا عارفين طبعا ما شاء الله علينا الابتلاء ده، ممكن ربنا عايز يسمعك دايما تناديه، ممكن يكون ربنا بيرفع قدرك شويه، ممكن ربنا بيخف عنك ذنوب، احنا بني ادمين طول النهار بنعمل ذنوب واخطاء وحاجات كتير احنا بنعملها نعرفها وما نعرفهاش، فممكن الابتلاء ده يعني بيكون تخفير عن حاجه، نداء ابتلاء كده ان ربنا عايز يسمع نداكي ودعائكي واسترجاكي كده، ليه يا رب اشفيني، يا رب اعفيني، يا رب ارزقني، يا رب ارزقي، مش كل واحد على حسب ما نفسه وعلى حسب ما هو مبتلى. فمش عايزاكي تاخدي الموضوع، انا عارفه ان انت هتقولي انت عارفين انتوا بتتكلموا كده ببرود يعني، عشان انت ممكن تكوني مش حاسه بظروفي يعني، كل واحده هتقول في بالها كده، بالعكس انا ممكن في ظروف اصعب من ظروفكم كلكم. لا ربنا يشفي كل مريض والحمد لله، وانا عايشه زي الفل وتمام وكل حاجه حواليا حلوه والحمد لله. عايزاكي دايما تبصي للحاجه بحلوه، ما تعيشيش مثلا لا ده انا تعبانه، لا خلاص انا مش عارفه ايه، الدنيا سودة في وشي، اشمعنى انا، ده فلانه حلوه وفلانه عندها وفلانه جابت وفلانه،
لا فلانة قلت لكم قبل كده عندها برضو ابتلاءها، كل واحد ابتلاءه على قد على قد تحمله، ربنا بيدي الواحد ابتلاءه على قد ما هو بيتحمل، ممكن بيبقى ساعات فوق طاقتنا شوية، بس ده بيبقى لسبب ما يعلموش الا ربنا. ايه تقرب بقى لربنا، ايه الدعاء، يمكن مثلا انا وانا مثلا تعبانة قوي، يعني انا ايام ما كانت القناة بتاعتي راحت ربنا ما يعودها دي ايام، انا فضلت 24 ساعة، في 24 ساعة بصلي طول الليل، ده بصلي طول الليل بدعي ربنا طول الليل، ما اعرفش ايه، كنت زعلانة مش هقول لك لا، او منهارة وزي ما انتوا شفتوني، بس انا يعني طبعا بعد بقى ما بتخرج الواحد من الابتلاء يعرف ان هو كان ربنا مثلا بيقربك لحاجة، بيقربك ليه، بيحب يسمع دعاء العبد على فكرة. يعني انا اسمع والله اعلم ان يقول لك ساعات ساعات ربنا بيدي لواحد حاجة عشان ما يسمعش دعاه، عشان ما يقولش يا رب كتير. انا ما اعرفش المعلومة دي صح ولا لا، بس او انا مش عارفة اوصل لكم المعنى اللي انا عايزة اوصله له. فالابتلاء على فكرة ربنا يعني بيرفعك بيه درجة، ربنا بيبقى رايد ليكي حاجة، فيعني خدوا الابتلاء كده بصدر رحم، وربنا ان شاء الله هيزيح عنكم كل اي ابتلاء، اي حسد، اي عين، اي حاجة نفسك فيها ربنا هيحققها لك، وربنا يكرمكم ويخليكم ليا. وانا عايزة اقول لكم عشان بس محدش يقلق من اول الفيديو، ده كان يعني شوية تعب بسيط، والحمد لله زي الفل زي ما انتم شايفين انا حلوة وزي الفل. انا واردة في وسط الكل اهو. واردة في مطبخي اهو، بمقليتي، بحلتي، بمخي، بكبدتي. بصوا يعني عسل، الحمد لله ربنا يديم علينا نعمة الصحة ونعمة الرضا. ارضي حتى في ابتلائك، ارضي ربنا هيكرمك وهيعوضك، وما انتيش عارفة الخير فين، وما انتيش عارفة لولا ان انت حصل لك كذا النهاردة كان ايه اللي هيحصل، والحمد لله ان هو عارفين قضاء اقل من قضاء، يعني اقل من قضاء، يعني ممكن مثلا لا هي عين اجت فيكي احسن بعد الشر ما تيجي في حد عزيز عليكي قوي. يعني انا عن نفسي بقول كده، انا بنفسي اقول يا رب لو هو حاجه ابتلاء فيا انا قدها، وانا هقدر استحمل ابتلائي، لكن ما اقدرش استحمل ابتلاء في جوزي ولا ابتلاء في ولادي، ابتلاء ما اعرفش، الحمد لله ابتلاء على قد وعكه صحيه مش مشكله، احسن ما اكون الابتلاء هتعدي كل حاجة، اما يبقى ابتلاء مثلا في حاجة ما تقدريش عليها تحملها. بنشوف بلاوي كتير حوالينا زي ما بيقولوا، لو شاف بلاوي الناس تهون على بلوته. والله والله انا ما بحب اتكلم على قنوات ولا دي طبيعي، واللي حافظني وعارفني عارف انا في قناتين اتنين في الفترة الاخيرة، هما قناتين كبار، واحدة فيهم كانت طالعة تقول ان هي كانت تعبانة جدا ووشها كان مجهد، واحدة تانية كانت تعبانة ودخلت مستشفى. والله في ناس كتير كتبوا عليهم وقالوا لا ده بيعملوا كده عشان المشاهدات ومش عارف ايه، على فكرة ما فيش حد هيطلع بيتمارض عشان مشاهدة، فدي مش حقيقية، دي مش هتبقى واقعية، وبعدين دول ما شاء الله قنوات كبيرة. وانا عارفة يعني، بصي هقول لكم على حاجة، مش هقول لكم بمعنى الكلام ان اخواتي وبتكلم معاكم بصدر رحم، مش بقول لكم ان احنا محسودين، بس طبيعي 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 ان احنا مثلا بيتفرج علينا ملايين، كلهم اخواتنا وكلهم حبايبنا وكلهم بنحبهم، بس مش كل حد بيشوفك بيشوفك بنفس راضية، مش كل حد بيشوفك بيحبك، مش كل حد يتمنى لك كل الخير. حتى سيبك من ان احنا يوتيوبر او ان احنا بنطلع قدام ملايين، انت في حياتك في بيتك هتلاقي مش كل اللي حواليكي يتمنى لك اللي انت فيه، حتى لو انت شايفه ان انت فيه ده اقل منهم بكتير، بس بيستخطروا عليكي. مش قصدي ان الناس بتستخطر علينا حاجه، لا والله ما قصدي، انا عامه من يوم ما دخلت مجال اليوتيوب شايفه ان حب الناس بيستير، يعني الناس كتير، يعني مش كتير، انا بشوف حب والله ربنا يديمه في حياتي نعمه ويديكوا اكتر ما انتوا بتتمنولي واكتر ما انت بتحبوني. مش كل اللي حوالينا مش كل اللي حوالينا بتبقى عينهم راضيه، وكل اللي حوالينا بيبقوا بيتمنوا لك الخير، ومش كل اللي حواليكي. هقول لك على حاجه، يعني احنا دايما نشوف دايما، انا ده ما شفتوش حقيقي واقعي في حياتنا يعني، بس بنشوف على النت اللي يكون حد قريبها عمل لها عمل، واللي معرفش ايه طلعوا من مقابر معرفش ايه، ايا كان ده دجل او شعوذه او والله اعلم بيهم ايه، بس انت تتخيلي ان يكون حد قاعد معاكي او بياكل معاكي في نفس الطبق وعايش معاكي وبيأذيكي من وراكي، انت متخيله دي؟ ما بالك بقى اللي بعيد عنك ومش شايف انت حياتك ازاي ممكن يعمل ايه. بس انا عايزه اقولك على حاجه، البعيد اللي بعيد عنك، يعني اللي بيبقى بعيد عنك ما يعرفش يأذيكي قوي زي القريب منك قوي، ودي اصعب، يعني عارفه الأذى لو اجى من حد بعيد هتقولي مش عارفك مش معاشرك، لكن انت ما تبقي يعني أذى من حد قريب منك قوي فدي بتبقى صعبه. انا مش بقول لكم ان انا مأذية من حد قريب ولا الحمد لله انا زي الفل، انا كل اللي انا فيه بقول لكم انا بتكلم كنصيحه ليكم، لكن انا الحمد لله زي الفل، كلنا بنتعب
كلنا عندنا ظروفنا وعندنا حياتنا، وانا كان تعب بسيط جدا جدا وانا زي الفل وحلوه ومفيش اي حاجه. وعايزكم دايما تاخدوا الحاجه الايجابيه اكتر من الحاجه السلبيه، هو ده الغرض مني. لكن انا بتكلم ان انا زي الفل، وجبت سيره القنوات التانيين ليه؟ لان انا ماليش علاقه باي قناه نهائيا على اليوتيوب، ما اعرفش اي بني ادم على اليوتيوب كلمته معرفه شخصيه في حياتي، بس انا عذراهم وعارفه ان هم اكيد تعبانين، وعارفه ان هم مبتليين، ربنا يعني بيدي حاجه ويشيل حاجه، فربنا يشفي كل مريض. غير القنوات انا بتكلم بس دول خطروا في بالي، فانا قلت اقول لكم ان الابتلاء بيجي على اشكال وكلنا مبتليين، بس كل واحد وليه الابتلاء بتاعه. وبعدين احنا انا كمان عشان بتكلم كنشوة، عشان حياتي كلها معاكم ويومي كله معاكم، فكان وارد ان انا اجي بيوم يعني ملوش اي ليه معنى ولا ليه لازمة غير ان انا عشت معاكم اليوم، مش ان هو انا بقول لكم ان انا عيانة وانا محسودة، لا الحمد لله. وحتة الرقوة اللي انا جبتها في الفيديو دي والله كانت كلها تهريج وكان هزار، وبعدين الصلاة على النبي بتحميكي وبتنقيكي وبترفع لك درجات وبتحقق لك اللي نفسك فيه، بتبعد عنك كل حاجة وحشة. فغيت طبعا كتير 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 كتير، بس يا رب اكون وصل لكم احساسي ووصل لكم اللي انا عايزة احكيه. ده المخ بقى انا طلعته بشويش كده، بس هو مفصول اتنين زي ما انا قلت لكم، الجزار كان فصله اتنين. فبصوا انا يعني بقطعه لا تخين قوي ولا رقيق قوي، وبسايس عليه المخ ده كده ما هو مستوي، بسايس عليه. ممكن لو انت مش عارفه له قوي ممكن تسلقيه في شاشه، يعني جيبي شاشه نظيفه وتلفيه وتسلقيه، هيها بس انا يعني خلاص اخدت عليه فبقيت اتعامل معاه حلو من غير شاشه ولا بتاع. بصوا الكبده انا نقعاها وعملت كده في هناك بطلايه وحطيت فيها معلقتين صلصه، ونزلت بالطماطم بالصلصة، وعملت المكرونة، عملت المكرونة الاسباجيتي هناك، وحمرت البطاطس. ده بقى في الطبق اللي انا فيه ده حاطة فيه بيضتين، حبة خضرة صغيرين، حبة ملح، حبة فلفل، حبة كمون. دي الخلطة بتاعت البانيه احنا ما حطناش على اي حاجة خالص غير حبة ملح في المية السليق بتاعته وحبهان ومستكة بس. اللي انا حطيته دي ردة، المخ على فكرة بيحب الردة اكتر من البقسماط، يعني المخ يحب الردة هو والكبدة اكتر من البقسماط. بس انا قلت بقى في المخ هعمل نص يعني خليط كده، حبة بقسماط، شفتوا الكيسين دول اللي انا في ايدي ده بقسماط والاولاني كان ردة، حطيت حبة من ده وحبة من ده يشيلوا بعضه. هنزل كده بقطعة المخ كده برضو بشويش على البيض اول والخضرة، والفها بالردة بالبقسماط. انتي وراحتك، عايزة تحطي بقسماط بس تمام، عايزة تحطي ردة بس تمام. الردة على فكرة مغذية وكويسة وحلوة، وعلى فكرة انا جايبة الكيس ده ب2 جنيه بين او ب3 جنيه، يعني بيقعد معاكي عمر. الردة دي حلوة، بتبقى حلوة، انا بحب استعملها في كل حاجة، في شوي السمك، في الكبدة اللي بالردة، في المخ اهو. إيه عايزة تخبزي شوية عيش بقى وتحطي لهم شوية ردة كده محترمين، بتعلي من قيمة العيش وبتحاولي تخففي من الديل الابيض، فحلوة الردة مفيدة في كل حاجة. زي ما انتم شايفين بقى انا كده هكمل قلي المخ، حطيت بيضة بيضتين وعليهم ملح وفلفل زي ما انا بقول لكم، شوفوا بيتقطع يعني بيتقطع بقى على حسب ما انت تقدري تقطعي. هو المخ صغير كمان يعني فما عطاش كميه كبيره، بس والله انا ما كنتش اتوقع ان علي هينبهر الانبهار ده في الاكله دي، لان علي بيحب المخ بطريقه يعني صعبه، وانا ما عملتش في حياتي غير مره اتنين. وبصراحه برضو انا يعني اتكلم على الابتلاء ونسيت اقول لكم على حبه حاجات حلوه. في مواقف كده بتخليكي تشوفي مين حواليكي، في مواقف دايما تخليكي تشوفي نظرة الناس ليكي، في اوقات بتكتشفي ناس اصلا ما كنتش اكتشفتيها. انا يعني الكلمة دي انا سمعتها مرة زمان، كان حد قال لي دون ذكر اسماء، انا اول مرة اكتشفك لما تعب، اكتشفني لما تعب. انا حقيقي ربنا بيردها دلوقتي، انا بشوف ناس حواليا دلوقتي بكتشفهم، بقول يعني سبحان الله، يعني ما بلاقي علي والله مش طالعه شكر فيه، يعني تعرفين ما بحب يعني هو يستحق الشكر طبعا مليون مره، بس انا مش بحب اطلع ايه الحب واللفلفه بقى والجو بتاع تقعد تشكر، لا مش قصدي. بس بامان الله علي ده عمل معايا عمايل، يعني تصميمه ان انا لازم اكشف، وتصميمه ان انا لازم اروح ولا اخد العلاج مش عارف ايه. طبعا كلنا عايشين كده، وكلنا طبعا يعني لما رحم ربي يعني فيها وده وفي ده، وفي اللي عنده حلو بيحبها وبيهتم بيها، وفي اللي قلبه قاسي الدنيا شغلاه. فيعني الحمد لله انا بحمد ربنا على النعمه اللي عندي رغم اي حاجه، رغم تعبي، بس عندي نعمه اسمها ناس واقفه جنبي، عندي نعمه اسمها حد مهتم بيا، عندي نعمه اسمها ان انا مدلله، والحمد لله ان انا مدلله، رغم ان انا في اوقات كتير ببقى مش مدلله، وان انا ببقى صاحبه مسؤوليه وان انا ادي المسؤوليه، بس لما بحس ان انا محتاجه اتدلل بلاقي.
تفهمين؟ فانا في نعمه يعني. انت تبصي لها بقى بالجانب ده، ممكن التعب اللي انا تعباه بيبين لي الناس، بيبين لي علي، بيبين لي معرفش معادن الناس اللي حواليا. ممكن انا كنشوه والله والله ما مهتميه ربع الاهتمام اللي علي مهتمه، مش عارفه بقول له انت بتعمل كده ليه، مش عارفه يا ابني انا كويسه انا حلوه، مش عارفه يقول لي لا، او وهنروح وهناخد وهندي وهنعمل وهن يعني. بصي يعني الحمد لله الحمد لله على نعم كتير حوالينا نحمد ربنا عليها. زي ما انا قلت لكم بصوا للجانب الايجابي، بصوا للحاجه الحلوه. الحمد لله ان ممكن جالك وعكه تبين لك حاجه، ممكن جالك وعكه بسيطه تبين لك الناس اللي حواليكي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اكتشفت طبعا دايما وبكتشفها ان لقيت حب الناس اللي حواليا ربنا يديمه في حياتنا ويبعد عننا اي حد عينه وحشه او اي حد يأذي او اي حد يتمنى لك عدم الخير. وللاخر مره احنا لا محسوده ولا معموله ولا اي حاجه، ولا عندي حاجه تحسد عليها اصلا غيركم انتوا، انتوا الحلو اللي في حياتي. ربنا يخليكم ليا ويخلي لي علي ويخلي لي ولادي ويخلي لي اخواتنا واصحابي ويخلي لي كل حبايبي. المهم المخ خلاص انا عملته وطلعته كده في جنب زي ما انتوا شايفينه، وقليت البطاطس. الكبده بقى ايه، حطيت لي الكبده رده بس زي ما انتوا شفتوا. الكبده بقى ما حطيتش عليها بقسماط، حطيت في نفس الطبق يعني، ما حطيت رده بس كده يمين وشمال بعد التتبيله دي، وقليتها في الزيت. والمكرونه طالعه مفرفره ازاي، مفرفره مفرفره يا عيني، عسل بجد. كانت اكله حلوه واكله خفيفه. شوفوا تحس ان انا عملت وليمه كبيره قد ايه، وهو واحنا اولا هي غير مكلفه بصراحه. انا بصراحه مش عارفه سعر المخ كام لان انا ما اشتريتوش بقالي فتره، المخ ده كان بتاع الاضحيه بتاعتي. لكن الكبده انا جايبه تقريبا نص كيلو او اقل من التلات اربع كيلو، هو يعني كان طبق كده حلو حوالي نص كيلو بس، هي عشان متقطعه حلقات فتحس ان هي كبيره يعني. انا بغسل ايدي اول باول لان عشان بمسك الحاجه بايدي. المهم كده انا ايه عندي المخ ده، الطبق ايه اللي انت عملتيه نشوه، كان فيه مخ مهروت كده صغنطوط. طريقه اخواتي دايما يعملوها، اللي يعملوا المخ في البيض، عارفين البيض اللي فاض مني من البانيه، حطيت كده فيه كام فص مخ وقليته كده، كان طعم كان طعم كان طعم. في كام قطعه كبده كده، انا امير توقعت ان امير مش هياكل الكبده اللي بالرده، فقلت اعمل له كبده اسكندراني. قطعت كده الكبده اللي انا كنت متبلاها، الكبده انا كنت متبلاها شرايح، وقلت اعملها كده على قد امير طبق صغنطوط كده كبده اسكندراني، لان هي كمان فيها الثوم وفيها الفلفل الحامي. فيها الثوم وفيها الفلفل الحامي، فقلت كده اشوحها. ايه انا بنزل الخلطه بتاعته اهو، هشوحها على النار مفيش خمس دقايق وعملنا كبده على السريع. قلت الامير، مع ان امير اكل دي واكل دي الحمد لله الحمد لله، عجبته دي وعجبته دي الحمد لله، وكان الاكل كتير والله. حتى اكل لما لقيت فاض كانت امل جايه تشوفني تاني مره والله يعني، الحمد لله ربنا يخليهم ليا. كانت اجت برده تطمن عليا عامله ايه النهارده، قلت لها والله زي الفل وبطبخ وقرد اهو، انا قرد اهو يا جماعه في مطبخي. حلوه انا قرده دي. قعدت بقى يا مام فرشت خضره كده وحطيت الكبده اللي بالرده دي، تحفه يعني تحفه وسهله، وتحس ان هي قلبه على وليمه كده. فاتني بقى في الاكله دي ابراهيم، لان ابراهيم بيحب الكبده جدا، بس هو عشان في شغله فبيجيش الا خميس او جمعه فكده يعني. بننضف كده الدنيا، وما عادش الا كام طبق دول احطهم، هغسل المواعين على طول قبل ما انام عشان يبقى الدنيا زي الفل حواليا، او من الصبح كده مفيش ورايا اي حاجه غير الغدا والحاجات دي. انا عندي ايه كده، عايزه اطلع بس كده عود خضره. بص الكبده لازم خضره تفرشيها تحت، بتشيل الزيت وحلوه وبتاكل على فكره. انا علي يحب الخضره اللي تحت الكبده دي، بياكلها كمان مش بيفرشها بس. دي بقى انا هطلع عليها الكبده الاسكندريه اللي انا عملتها، كبده يعني مشوحاها كده على السريع، حبه خضره كده من على الوش. يا حلاوتي يا حلاوتي يا حلاوتي. طب بذمكم الاكل مش شكله يجوع؟ طب بذمكم بشوح بس باخدها تشويحه. الكبده ما بتاخدش وقت على النار، ما تقلقيش من اي سوى الكبده، الكبده ما بتاخدش وقت. انت اصلا حاولي ما تعوليش نفسك لا الكبده ولا الجمبري تحطيه على النار كتير عشان بيجلد. بصوا حبه البرطمانات دي كانت في الضرفه دي، مش عارفه مين حطهم يعني، بس طبعا عشان انا كنت في ايدي امبارح مش في المطبخ، فاللي في ايده حاجه طبعا مش عارف نظام، حدش عارف نظام البيت غيرك انت. فانا دي مثلا بتحطي لي حاجه هنا، علي دخل عمل نفسه وحطها لي فوق، فرجعت بقى ايه البرطمانات دي في جنب عشان ايه ابقى اسويها انا بقى بعدين. كان عندي عودين جرجير دبلانين مالهمش، بصوا يعني مش عارفه انا حطيتهم ليه، بس قلت وعلي بيحب الجرجير مع الكبده فما كانش عندي، وانا بقى اتحركت انزله ويجيب لي لان هو كان لسه طالع. فعملت كده غسلت له عودين جرجير كده وحطيتهم، وقلت ان دي بقى تدخل الحاجات دي. وبصي وليمه جامده، وليمه حلوه 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 والله العظيم، وهنتغدى وهنتبسط، وامل تيجي تسهر معانا وهيبقى يوم جميل. انا بس هخش اغير كده واخد ايه يعني، نغير بقى الهدوم دي عشان الطبيخ بقى وكده، ونقعد بقى بس ده الصاله بتاعنا، نقعد بقى كده ايه ننتخ ونسهر وبس.
يومكم زي العسل. بقول لكم حلو، ايه رايكم؟ وليمه حلوه، شفتوني وانا سايقه الهبل. بصوا الكبده تحفه، والمكرونه والمخ والبطاطس بقى والعسل. خلاص خلصنا الغدا بقى، ايه قلت اولع حكايه بخور، بس ده البخور اللي كان جاي لي من الحياه شوبينج، فظيع فظيع فظيع. تعالى بقى كده يا نور، تعالى. انا سمعت ان في ناس جايين هنا ياكلوا، فانا طلعت اجري، قلت الحال اكلها كلها قبل ما هم يجوا. امان تعالى يا علي. والله العظيم يا علي انا قاعده قايمهم من على الاكل عشان تاكل، اصل امل وعلي جايين لي، فقلت اخبي لهم. امل وعلي جايين، فقلت اخبي لهم حته كبده وحته مخ، بس امين خلصهم، كان في اكل بس خلاص. تعالى يا عمك علي، يلا تعالى ادخل. حاج علي عدي سبع مراتي، عدي سبع مراتي يا امل. من فوق البخور كده، قولي يا امل تعالى ما بخرك يا امل، عدي خش. اسمها ايه؟ قولي قولي اسمها ايه؟ ايه؟ هو احسن طويله طويله، هات بتاعها تقع على الارض. ايوه اسمها يا بنت، اقف على كرسي الحمام. هي اسمها ايه اللي بيقولوا رقيتك واسترقيتك من كل عين شافتك ولا صلت على النبي؟ روح عن... بص بص روح عند علي فرج وخربه سمعه تقع على البتاع الرخام. عيب كده، شوفي علي بتتريق. اما الناس بتتريق على القرعه بتاعتك يا علي، خدي على الكرسي ده اهو يا علي، اقعدي هنا يا علي. امل بتتريق، كل شوف امل حبيبتي، الناس بتتريق على القرعه بتاعتك. عيب ده والله، ما تقدرش. انا من دي اللي ماليش طايلاها والله يا علي، انا قربت ابقى قرعه اصلا. والنبي انا بقيت قرعه. دول دول مين يا نشوى؟ دول امل لازم تجيب لي فل، وعلي لازم يجيب لي فل. يلا بقى شوفوا البخور شفتوا بقى البخور وحلاوته. لما رأيتك واسترقتك يا نشوى من كل عين شافتك ولا صلت على النبي. صلي وسلم وبارك، اعوذ بكلمات الله التامات من كل عين لمه وشيطان وهم، اعوذ بكلمات الله التامات من كل عين لمه وشيطان وهم. عمركم شفتوا كده؟ انا بهزر والله. دلوقتي الاكل خلص، الاكل خلص يا حاجه من الراجل ده، هو ما ادقش حاجه، قوم بقى ارحم نفسك وقوم للراجل ده. امير يا جماعه طلع من الورشه ياكل لقمه وانزل جاري. اه والله ده هو جاي لما عرف ان امل اجى تخاف يخلص الاكل، قلت هحضر لهم الاكل بايدي. اه يلا اكل بقى، اكل بقول